بسبب مباراة المغرب بلجيكا حالة استنفار في دولة أوروبية. وفي التفاصيل يرتقب أن تشهد الشوارع الرئيسية والساحات الكبرى بالمدن البلجيكية يوم غد الأحد 27 نوفمبر تعزيزات أمنية مكثفة تزامنا مع المباراة التي ستجمع بين المنتخبين المغربي والبلجيكي في إطار نهائيات مونديال قطر. وحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية فإن السلطات الأمنية البلجيكية جد متخوفة من تداعيات موقعات قطر إذا تخشى قيام أفراد الجالية المغربية بأعمال شغب بعد انتهاء المباراة سواء في حالة هزيمة الأسود أو حتى في حالة فوزهم مثل ما حصل قبل سنوات بعد إجراء المنتخبين لمباراة ودية بينهما. وتحتضن بلجيكا جالية مغربية مهمة جدا خاصة في العاصمة بروكسل والتي تضم أحياء يغلب عليها الطابع المغربي إلى حد بعيد. نشكركم على حسن المتابعة.